قدرة، لابد من القيام في الفرق. نعم، إذا كان يستطيع. تكبيرة الإحرام. قول الله أكبر. نعم. نعم. هي قول الله أكبر. قراءة الفاتحة. لابد أن يقرأ الفاتحة في الفريضة وفي النافلة وفي كل ركعة وفي السرية وفي الجهرية. ولا تسقط الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويركع يدرك الركعة. والركوع وكذلك من أركان الصلاة ركوع، يعني أركان الصلاة مثل الركوع والرفع بعد الركوع، الركوع مثل الركوع بني أركان الصلاة، السجود على الراس السبعة، يعني ساتم سماتي سلطة قمر بني أركان، السجدة الأولى والسجدة الثانية أركان، فإذا سلطة الرسول سلطة الركوع والرفع من الركوع من السجود والجلسة بين السجدتين والطمأنينة. ما معنى كيف نحقق الطمأنينة؟ يحقق الطمأنينة بأن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن من الأركان، يعني في الغالب عندما يقول في السجود سبحان ربي الأعلى في الغالب حقق الطمأنينة، يعني لا يستعجل بسرعة يطر الصلاة. نعم. أيضا الترتيب بين الأركان لابد يرتب. نعم. والتشهد الأخير. والجلوس له والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية والتسليمتا، هذه أركان الصلاة واجبات الصلاة. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قلنا تكبيرة الإحرام ركن، أما تكبيرة الركوع تكبيرة السجود هذه من الواجبات. تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ثلاثة لتكبيرة تكبيرة نمازنا الله أكبر ركوع الله أكبر نمازنا في سبي واجب. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. ركوع سبحان ربي العظيم قلنا واجب. قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد. ركوبتي سمي الله ولمن حمده قرنوه يؤمن برا مقتدر كما دي واسف. قول ربنا لك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. إمام برا مقتدر يا أخوان الجميع. سمي ما دي سمي الله ولمن حمده قرنوه سمي الله ولمن ربنا لك الحمد. كسب جي ربنا لك الحمد فنا ذوي. قول سمع الله لمن حمده إمام ومنفرد. ربنا ولك الحمد إمام منفرد مأموم كل الجميع. سمع الله ولمن حمده إمام ومنفرد ما دي ذوي. ربنا ولك الحمد إمام منفرد ومقتدي سوي ما تدري. نعم. قول سبحان ربي الأعلى في السجود. سيدي سلطان سبحان ربي الأعلى في السجود واجب. قول رب اغفر لي بين السجدتين. سيدي سلطان باسم رب اغفر لي بين السجدتين واجب. التشهد الأول. التشهد الأول وقصنا واجب. والجلوس له. هذه واجبات الصلاة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.